كما أكد الرئيس السيسي أن سيناء أمانة غالية في أعناق جميع المصريين بعد استعادتها وتقديم تضحيات جليلة من أجلها وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعمير سيناء وتنميتها بما يتناسب مع طموح المصريين للوطن مشيرا إلى تضحيات أبناء مصر الذين سالت دماؤهم فوق هذه الأرض الغالية سواء لاستردادها من الاحتلال أو لتطهيرها من الإرهاب إن سيناء امانه غاليه في اعناقنا جميعا نحن المصريين استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من اجلها تضحيات جليله وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا وهو ما بدانا فيه بالفعل بحجم اعمال لم تشهده من قبل فتم انفاق مئات المليارات من الجنيهات وهو انفاق مهما زاد لا يعوضنا قطر دم من دماء ابنائنا الطاهره التي سالت فوق هذه الارض الغاليه سواء لاستردادها من الاحتلال او تطهيرها من الارهاب وهي الحرب الاخيره التي امتدت اكثر من عشر سنوات كامله وسياتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل روايتها ليعرف الجميع ان المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذره رمال في بلادهم وتنميه مواردها وتطويرها والانطلاق بمصر من خلال بناء مقومات القوه الشامله اقتصادياً وتكنولوجياً وتنموياً لتصل مصر بإذن الله وفي وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد.